جزاكم الله خيرا. يقول: وكلت شخصا بالحج بدلا عن متوفى، وأعطيته نفقة الحج سلفا، وبعد مرور وقت أداء فريضة الحج شككت بهذا الشخص أنه لم يؤدي فريضة الحج عن المتوفى، فما حكم المال الذي أخذه مني؟ حلال عليه أم ماذا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. إذا كان لم يحج فإن المال الذي أخذه حرام، ولك أن تطالبه به، تسترجعه منه. إذا كان لم يحج فلك أن تطالبه وأن تسترجع منه المال. نعم.